المشكل اللي عندنا احنا هيئه النقابيه كننظموا واحد 400 سياره كتشتغل في مطار محمد الخامس. كنحاولوا ان ننظموا يعني لان مطار محمد الخامس بوابه المغرب، كنحاولوا ننظموا العمليه. كيطلعوا 6 ديال السيارات كيوقفوا قدام الباب، واللي كيعمر كيعيط بالتالكي والكي كيطلع باش نعطيو صوره ايجابيه في بوابه المطار. فبالتالي كاين اكراهات، كاين بزاف المشاكل، رغم ذلك كنتغلبوا عليها فوق الطاقه ديالنا، وكنحاولوا نعطيو صوره ايجابيه في محطه مطار محمد الخامس. فاذا بنا كنتفاجئوا بواحد سياره الاجره ديال جامعه نواصر كيوقفوا امام بوابه المطار وكيديروا الفوضى، فوضى العارمه، ويعني استقطاب الزبناء صحه، لدرجه انهم كينزلوا الكليان من بوابه المطار، من المحطه اللي فيها 6 سيارات، كيديروا كيبغي يركب شي كليون كيوقفوا ليه وكيجروه من السياره وكيركبوا عنده وكيديه معاه. فهذه فوضى، وبالتالي احنا علمنا السلطات المحليه والسلطه المختصه، يعني السلطه المحليه والدرك الملكي، بان الناس هادو راه كيعيدوا في الارض فسادة. يعني ما يمكنش بوابه المغرب كمحطه مطار محمد الخامس الدولي بوابه المغرب يجيو يوقفوا قدام بوابه ويعرضوا الخدمه ديالهم والصحه والمضاربه تما، وعندنا تقريبا شي 200 ملف ديال في النيابه العامه في الضرب والجرح المتبادل. والمشكل ان النيابه العامه ما كتعلمش ان راه كاينه واحد الاشكاليه اداريه على مستوى اقليم نواصر، خاص يتحل المشكل ديال الضرب ده مع جامعه نواصر باش ما يبقاش مشكل. الاشكال الاداري هو ان احنا كنعرفوا القطاع سياده الاجره تابعا للظهير المختص به هي السلطه الوصيه، هي السيد العامل. فمن طبيعه الحال كاينه فوضى في المطار، خاص السيد العامل ياخذ قرار عاملي فيه بان جامعه نواصر فين تخدم، ولا تدخل معنا في المطار، ولا هو اللي ياخذ القرار. احنا ما عندناش اشكال، هذاك سياره الاجره عنده توا مأذونيه، عنده مسائل ديالو، فاهلا وسهلا. لكن ماشي فوضى قدام بوابه المطار، يعرض لينا السائقين ديالنا بالعصا والمضاربه، داك الشيء ماشي صوره سلبيه. حنا ما كنقولوش لا، مرحبا، يمشي عند السيد العامل، يمشيو طالبوا بحقهم، مرحبا، نخدموا في اطار اخوي، ما عندناش الاشكال. لكن باش تجي دير الفوضى امام بوابه المطار فهذا عبث. وسير حنا كنعرفوا دابا 2020 ومع هذه الجائحه، وكنحاولوا ان نديروا التباعد، ما عرفناش منين يعني كاين عندنا ارتباك. فنسال الله تعالى احنا من طبيعه الحال احنا راسلنا السلطه المحليه وراسلنا الدرك الملكي، لا من القائد السري للدرك الملكي ولا القائد الجهوي للدرك الملكي ولا السيد العامل ولا جميع، حتى الولايه ديال الضرب اذا سطات راسلنا بان كاينه فوضى، كاين عنف، كاين صوره كتخدش ديال البلاد. فبالتالي استدعانا السيد العامل ودار معنا محضر اجتماع بانه غادي يامن لنا في بوابه المطار، يامن لنا الامن داخل المطار وخارج المطار بالتنسيق مع الدرك ومع الامن الوطني والسلطه المحليه، باش يامنوا بوابه المطار، ما يوقفش شي واحد فيها تما يعرض الخدمه ديالو الا الطاكسي اللي كيكون اوفيسيال رسمي امام الكاميرات وكيتسجل تحت النظام كما غاديين به السنين هذه. فبالتالي السلطه الوصيه مسينا محضر اتفاق على انها تامن المطار، فهي مسؤوله على انها خصها تامن بوابه المطار محمد الخامس. مطالبنا هو السيد العامل يكون عنده جرأة ويخرج قرار عملي ينظم العمليات، تكون القانون، واللي خرج على القانون ياكل العصا. هادشي اللي كاين، لان بوابه المغرب ومطار محمد الخامس دولي، يعني راه كيعطي الصوره كامله، وبغينا نجلبوا السياح، وسيدنا كيقول 20 مليون سائح، فكيفاش غنديروا لهذا الامر هذا؟ وقدام الباب كيطنوا العصانيت، لدرجه ان كيدخلوا الدار كتولي واحد الحاله، والناس كيهزوا التليفونات كيصوروا، فهذه صوره كتخدش. وحنا كنتمناو من هذا المنبر هذا ان السيد العامل ياخذ قرار، يكون قرار جري وقرار كيهم مصلحه البلاد، ويعطي الصوره ايجابيه على البلاد، ينظم العمليه تما. اي واحد بغى يخدم في المطار ها هو القانون اللي بغى يدخل، فاهلا وسهلا، ماشي يجيو عندنا تما ويضربوا معنا احنا شخصيا. احنا ما عندناش اشكال، حتى طاكسي وانا طاكسي يمشي للسلطه المحليه اللي داروا النظام القانوني نخدموا به، احنا ما عندناش الاشكال، احنا ما كنقولوش شي حاجه. اللي بغيت نشير واحد النقطه على ان هاد سائقي سياره الاجره ديال جامعه نواصر لما كيوقفوا امام الباب وكيجروا الزبائن وداك الشيء الصحه وداك الشيء، كنتصلوا حنا بالدرك الملكي، كيجي الدرك الملكي فعلا كيجي، ولكن كيقول لك انا باش نخدم، يعني اش غندير ليه المخالفه اللي غندير ليه؟ يعني ما عنديش باش تخدم، خاص السلطه الوصيه تعطيني باش نخدم، تعطيني قرار عاملي خليني نزجر كل واحد كيخدش بالصوره ديال البلاد. فهنا ما كنحملوش المسؤوليه للدرك الملكي، لان خصو باش يخدم كسلطه تنفيذيه، خصو باش يخدم. علاش حنا ركزنا على ان السيد العامل يعطي قرار، اي واحد يمس المطار محمد الخامس فخط احمر يعاقب طبقا للقانون. هذا اللي كاين على الاخير.